رمضان شهر القرآن، ثمة علاقة وطيدة ورباط متين بين القرآن وشهر الصيام، تلك العلاقة التي يشعر بها كل مسلم في قرارة نفسه مع أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك، فيقبل على كتاب ربه يقرأه بشغف بالغ، فيتدبر آياته ويتأمل قصصه وأخباره وأحكامه، وتمتلئ المساجد بالمصلين والتالين، وتدوي في المآذن آيات الكتاب المبين، معلنة للكون أن هذا الشهر هو شهر القرآن. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الحافظ ابن كثير: وكان ذلك، أي إنزال القرآن، في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن كل ليلة في رمضان كما في الصحيحين، وكان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين. ومما ينبغي أن يعلم أن ختم القرآن ليس مقصوداً لذاته، وأن الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن للتدبر والعمل به، لا لمجرد تلاوته والقلب غافل لاهٍ. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكون العبد يقرأ بعضا من القرآن جزءا أو حزبا أو سورة بتدبر وتفكر خير له من أن يختم القرآن كله من دون أن يعي منه شيئا. فاحرص أخي الصائم على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم بتدبر وحضور قلب، واجعل لك وردا يوميا لا تفرط فيه، ولا تنسى أن تجعل لبيتك وأهلك وأولادك نصيبا من ذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.